الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا طلبت مني المعلمة بحث وأنا لا أستطيع فعله، وأعطيته المكتبة لينهوه لي ولم أخبر المعلمة بذلك، فهل يصح هذا علما أن المعلمة لن تقبل اعتذاري؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا البحث تحتاجه المعلمة لنفسها ولا يترتب عليه شيء من الدرجات أو التقويم في درجات الشهادة أو في غيرها من أنواع التقويم، فلا أرى في ذلك حرجا وبأسا. كأن يحتاج المعلم إلى بحث مسألة معينة له هو فكلف بها أحد الناس وهو غير قادر، فقام الوكيل في هذا البحث وذهب إلى مكتبة وأمرهم بإنهاء هذا البحث لمدرسه، ولكن هذا البحث لا يترتب عليه شيء من الدرجات ولا شيء من التقويم المذكور الذي يثبت في الشهادة، فلا بأس أن تقوم بهذا البحث أنت أو توكل به غيرك. وأما إذا كان هذا البحث بحث صفي، بمعنى أن له أثرا في الدرجة وأنك ستأخذ عليه علامة في شهادتك، فإنه لا يجوز لك أن توكل به غيرك، لأن حقيقة هذا البحث هو مقياس لأداء فهمك واستيعابك وقدرتك على هذا البحث وقدرتك على جمع المعلومة، فهو قياس لقدراتك أنت، فلا يجوز لك أن تذهب به إلى غيرك لإنهائه، لأن هذا من الغش والتدليس والتغرير والمخادعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غش فليس منا. فإذا كان هذا البحث لا يترتب عليه شيء من الدرجات مطلقا وإنما طلبه المعلم هكذا عرضا، فلا بأس أن توكل المكتبة بإنهائه. وأما إذا كان بحث تقييمي لقدراتك أنت بنفسك وسيترتب عليه درجات تقويمية، فلا يجوز لك أن توكل به غيرك، بل اجتهد واستعن بالله عز وجل واسأل من سبقك سؤال استشارة في ترتيب البحث وطرح المسائل فيه، فلعلهم يفيدونك، واجتهد بما تستطيع، والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، والله أعلم.